السلام عليكم شيرات، كي صبحتوا؟ كي راكم دايرين حباباتي؟ غايه لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم شيرات عاودت لكم الوصفه تاع الخميره تاع الخبز اللي عجبتكم، قلتوا لي ام كريم ديريها. انا ما غير حطيت لكم الرابط تاعها في التعليقات، درتها لكم متبت بصح بغيتو، قلتوا لي لا، لقيت تعليقات بزاف بزاف عليها، قلت لها لا نعاودها لكم. درت لكم فيديو كيما نقولوا صغير مع واحد الوصفه، دونك ماشي انا غادي نطيب، مشي ام كريم ابو كريم غادي يدير لكم واحد التيكتوك دايرها شابه شيرات بنينه بزاف. تبعوا غير الفيديو من الاول تاتالي شيرات، ما تنساونيش غير بلي جاب خواتاتي. هنا نبداو بسم الله في الخميره، ندير هي الاولى. شوفوا واش درت كاس تاع فرينه خواتاتي، ودرت كاس الا ربع تاع ما. هنا دوك نقول لكم شحال زدت لها الماء، هي محاط كيما نقولوا القوام تاعها، ما تجي خفيفه ما تجي ثقيله. هنا درت كيما نقولوا نص مغرف تاع خميره الخبز، نص مغرف تاع خميره الخبز، بصح مغرفه صغيره تاع القهوه درت نصها، ودرت مغرفه تاع خل. هنا كي كنت تبغوا تزيدوا تضعفوا كيما نقولوا لي عجنوا كل يوم يبغوا يضعفوا المقادير، ضعفي المقادير. هنا شوفوا راهي ثقيله، هنا زدت لها نص كاس تاع ماء وبديت نحل فيها غير بشويه. شوفوا شيت انا نديرها ماء بارد، فهمتوني؟ هذه الخميره نورمال ديرها بالماء بارد، خرجت شيه تقعد كيما نقول مادامها تقعد وتزيد تبدا هذيك كيما نقولوا الخميره تخدم فيها، تبدا كيما نقولوا تولي تحماض، فهمتوني؟ هذه الخميره تجي حامضه باش كيما نقولوا تعطي بنه لهذاك الخبز. وكاين بكري ما كانوش يديروا خميره الخبز، يديروا غير يربوها غير كيما هكا ويبلعوا ليها وخلوها تحماض، سورتو في الصيف تخمل لهم كسره وصحيه، فهمتوني؟ اللي ما تبغيش تديرها خميره الخبز شيات ما تبغيش تديرها، فهمتوني؟ اللي كيما نقولوا تبغوا تديروا لها غير مغرفه الخل وبلعوا ليها ولا زوج مرات، بلعوا وخلوها في البلاكار، ما ديروهاش ولا في الفريجيدير، بلعوا ليها في البلاكار وخلوها. وين ما تعجنوا الخبز ديروا شويه، وين ما تبغوا ديروا الحريره ديروا شويه. راكم فاهمين هذه الخميره مليحه للحريره تاع الفرينه والخبز مطلوع، اي نوع تاع مطلوع تاع كوشه تاع الاخر. هنا شفتوني هذيك اللي درتها اللي كانت باقيه لي صورتها مع اللي وريتها لكم في كنت نصور في المطلوع، هنا غادي نزيد عليها، فهمتوني؟ دوك إيه كان كيما نقولوا مول ما تبغى تكملكم الشيء تحسوها فقط تبغى تكملكم تبقى منها شويه، زيدوا عاودوا عمروا شاولا، ما ديروش غير الخميره، فهمتوني؟ زيدوا عاودوا غير الماء والفرينه وديروا واحد شويه تاع خل وعاودوا عمروا، زيدوا غير على هذيك. المهم ما تخلوش هاد البلاره كيما نقولوا هاد البقال ما تخلوش يخوى، ويبقى فيه غير شويه زيدوا. راكم عارفين سورتو في فصل الشتاء نعجنوا نستخفوا على المطلوع، نبغوا المطلوع ماشي كيما الصيف البرد والحمان ما نجموش للحمان، بصح المطلوع في المشتى مطلوب بزاف. على بيها نديروا هاد الخميره الخبز باش المطلوع يخمر لنا بالخف وتجي كسرتنا بنينه مع هذيك اللوبيا ولا عدس ولا شاهدكم في الجنه شيت. وهنا شوفوا بغيت نصور لكم انا ثاني، بغيت ندير الكاطو تاع هليله الياغورت، راني غادي نوجد لكم فيديو الشيلات قارعوها ان شاء الله باذن الله غدوه ان شاء الله. هنا شوفوا الشيلات، هنا ابو كريم غادي هنا يبدا يطيب، قلت له انا غادي نصورك، قال لي صورني ما كاش مشكل. هنا شوفوا غادي ندير لكم واحد التيكتوكه، شوفوا شيات نقسم لكم بالله، جات بنينه 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 ما تامنوش شيات. على يقول لك الراجل عنده كيما نقولوا الماكله تاعه يداه تجي حلوه. انا كيما قلت لكم هذه التيكتوكه كنت في دارنا ودارها واولادها هو والشاشره، كي شتها وراها لنا في لاكام قال لي عندك شاني طيب، جا كريم ولدي قال لي ماما طحفي درنا بابا واحد التكشوكه بنينه بنينه حلو السكر. هي قلت لها هي اليوم عاودها لنا نشوفو ندوقو حنت يدي ساعه شوفو شيات تجد بنينه بزاف بزاف. هنا شوفو شا دار، هنا دار حبه بصله ولا زوج حبات بصله اللي عندكم، دار جوا حار شافو كي جات بنينه بالحار، ودار حبه طوماطيس ولا زوج حبات، المهم اللي عندكم. هو دار زوج حبات طوماطيس، دار حبه بصله ودارهم يتقلو على شويه تاع زيت. هنا شوفو راهم يتقلو، نقصي لهم النار خليهم يتقلو. هنا قال لي زيدي لها شويه تاع ما هكا كيما نقولوا نص فنجان تاع ما، وخليتها كيما نقولوا تتقلى مليح مليح واحد البنه شيات نقسم لكم بالله بنينه من التكتوكه وحدها جات حلوه. انا كنا نديرها ما تجينيش كيما تاعه. هنا شوفوا خوتي هذه شاده، هنا شو تبغوا ديروا الكفته الشيلات ديروا الكفته، ما تبغوش ديروها غير كيما هكا. هو شرا واحد شويه تاع كفته، دير لها شويه حرور شويه ملح، اي راكم عارفين ديروا، وبدا يفتت فيها كيما راكم تشوفوا وخلاها كيما نقولوا ما بقى لا يحركها لا والو غير كيما، وخلاها نقصها النار وخلاها تدبال مليح مليح. ومن بعد عليها البيض، سهله هي تبان لكم هكا سهله بصح
بنينه بنينه شجيرت والله العظيم. كما قلت لكم تبغوا ديروا كفته تاع الدين، كفته تاع البقري اللي عندكم ديروا، تبغوا ما ديروش الكفته ما ديروش. شوفوا انا شجيرت هذا الفيديو اللي مصور مصورت هذه شحال اليوم، كنت ندير لكم الوصفه تاع الفيديو تاع خميره الخبز جينيك صغير راكم فاهمين جينيك صغير بزاف، لصقت مع هذا الفيديو شويه شويه ودرت لكم فيديو. المهم نحط لكم فيديو شيد، هنا زاد لها شويه حرور ودار الملح وخليها. شوفوا هنا ما حركها ما والو، خليها غير كيما هكا غير بشويه كيما هكا وخليها طيب. تبغوا تغطوها غطوها، هنا غير هكا النار قليله وخليها طاب داك البيض. نتوما البيض على حسب تبغوا تزيدوا، تبغوا ديروا ربعه تبغوا ديروا خمسه. امنوا الشيات المقله والله ما شبعناها، والله العظيم ما شبعناها. جات بنينه بزاف. هنا شوفوا الشيات هنا راهي طابت صاينه، طفينا عليها وحطيناها وشاهدكم فرجنا الشيات. نتمنى كاع تجربوا هذه التكتوكه الحاره تاع ابو كريم، ماشي تاع ام كريم، ابو كريم. شوفوا هنا الشيات كي جات، هنا نوري لكم فيها جات بنينه بنينه بزاف. هذه حباباتي ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم، وكما طلبتوني على خميره الخبز راني درتها لكم. وما تنساوني الشيرات انا اللي تقولوا انا نديرها لكم خواتاتي. كثروا لي غدوك لي جاب حباباتي وتهلوا لي في روحكم. فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.